الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح العقيدة الوسطى إلى أمي المصنف والشارح رضي الله تعالى عنهما عن التقليد، فقال رضي الله عنه: والتقليد يعرف التقليد الأخذ بقول الغير من غير حجة، وسماه أخذا لأن كلمة أخذ تعم العمل أو القول أو المحاكاة أو الاتباع، كله يعتبر إيه؟ أخذ. أخذ يعني قبول أو ارتضاء أو عمل أو محاكاة بقول الغير، يعني بما ذهب إليه غيره من غير حجة، يعني من غير أن يعرف المقلد حجة أو دليل من قلده. وقيل يعني في تعريف التقليد: قبول قول الغير وهو لا يعلم من أين أخذه، بأن تصدقه تحسينا للظن به من غير تفكر في خلق السماوات والأرض، يعني حسن الظن أو كان حسن الاعتقاد في رجل صالح إنسان ما، فوثق في معتقده أو في فكره فتبعه دون أن يعرف إيه الدليل، من غير تفكر، يعني هو لم ينظر، لم يصل إلى معرفة الله تعالى بالتفكر أو النظر في خلق السماوات والأرض، فهذا هو الإيه؟ المقلد. فالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام تقليد على الأول، يعني حتى لو أخذ هذا المقلد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يفهم مثلا المستند، أو مثلا يعرف أن كلام سيدنا صلى الله عليه وسلم حجة، في هذه الحالة يكون تقليدا إذا لم يكن عند هذا الآخذ الأهلية للاستنباط أو للفهم، فيكون مقلدا على الأول، لأنه هنا ذكر في تعريف التقليد الأخذ بقول الغير من غير حجة، وقيل قبول قول الغير وهو لا يعلم من أين أخذه، فعندنا هنا إيه؟ تعريفان. فالأخذ بقول الغير هذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، يعتبر تقليد على الأول، وبه صرح إمام الحرمين في الورقات، يعني في كتاب الورقات
شرح لنا إمام الحرمين معنى التقليد، فقال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وصرح في البرهان بخلافه، يعني بخلاف ما قاله إمام الحرمين. قال في البرهان: واختلف الأئمة في حقيقة التقليد وماهيته، فقال قائلون: التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، فعلى هذا قبول العام قول المفتي تقليد، وقبول من يروي أخبار الآحاد قولا وسمعه من خلق، يعني من جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس تقليدا، لأنه حجة في نفسه. وقال قائلون: التقليد قبول قول الغير أنت لا تدري من أي أو من أين يقوله، فعلى هذا قبول قول المفتي وقول الصحابي تقليد، لأننا لا ندري من أين يقولون، هل يقولون بالقياس أو يقولون اتباعا للسنة إلى غير ذلك. وقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلنا إنه كان يجتهد تقليد، لأننا لا ندري أيقوله عن وحي أم عن اجتهاد. وإن قلنا كان لا يجتهد، فقبول قوله ليس تقليدا، فإنا نعلم أن ما يقوله يقوله عن وحي. وذلك قال القاضي: عندي لا تقليد ولا مقلد، وكل من قبل قولا كالعامي يقبل قول المفتي وجب عليه قبوله، وكان قوله حجة في حقه. والمختار عندي على الضد والعكس، فإن الخلائق عندي في أفعالهم وعقائدهم مقلدون، ومن قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فهو مقلد، فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا يكون حجة لذاته، والمعجزة وإن قامت فلا تفيد كونها حجة ما لم يقم عليه العلم ما لم يقدم عليه العلم بالمرسل. فإذا كل من نظر فأدرك حدوث العالم انحدر عنه إلى ما يليه، فعلم وجود الصانع وصفاته، ثم انحط إلى النبوات فأدرك جواز العصمة ونظر في المعجزة بعده فهو العالم. ومن علاه ممن يترقى عن الشبهات إلى قبول قوله عليه الصلاة والسلام فهو مقلد تحقيقا، وما قاله القاضي من أنه يجب قبوله قلنا كيف يكون ذلك حجة وهو لم يعلم المرسل، والله أعلم. يعني هذه المسألة تدور حول إيه؟ إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، إذن فالذي يتبع أو يأخذ بقوله دون أن يعرف هل هذا قياس أو استنباط أو عن وحي، فهذا يعتبر مقلد، لأنه لا يعرف من أين أتى، هل هذا كان عن اجتهاد ولا عن وحي. فإذا لم يعرف فلم يخرج عن كونه مقلدا. أما إذا قلنا إنه صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، في هذه الحالة يكون القول نفسه حجة، فلا يكون الآخذ به مقلدا.
لأننا قلنا في تعريف التقليد قبول قول الغير وهو لا يعلم من أين أخذه، يعني أنا قبلت قول المفتي ولا أعلم هل هذا قياس أو هو له نص أو هذا يعني اتباع لقول صحابي أو هذا مسلكه الإجماع، في هذه الحالة أكون إيه؟ مقلد، لأني إذا سئلت عن المأخذ لا أعرف. بخلاف إذا قلنا إنه في هذه الحالة قول النبي وقول الصحابي وقول التابع وقول المفتي كله يعتبر إيه؟ تقليد. أما إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق، يعني كل كلامه وحي يوحى وليس هناك مجال للاجتهاد، وهذه مسألة خلافية بين الأصولين، فيكون اتباع قوله فقط حجة، أما قول غيره لا. وهنا اختلفوا هل يدخل اتباع أو تقليد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمى الآخذ عن النبي مباشرة، هل يسمى مقلد أو لا؟ اختلفوا في هذه المسألة، فقالوا على الأول يعتبر تقليد بخلاف الثاني فإنه لا يعتبر تقليدا، ولهذا قال وصرح في البرهان بخلافه، فإنه قال وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول قول القائل بلا حجة، ومن سلك هذه الطريقة يعني اتبع هذا التعريف منع أن يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، فإنه حجة في نفسه، يعني هو الحجة في كلامه، زي مثلا العامي، أنا مثلا بأقرر مسألة في الفقه أو في الصلاة في العبادات في الأحكام، وطبعا عندنا الحديث المرسل وعندنا مثلا جواز الاحتجاج مثلا بحديث الآحاد وله ضوابط وله شروط، وعندنا المطلق والمقيد والخاص والعام، وعندنا دائرة واسعة جدا في الفقه اجتهاد، يعني ممكن يكون في الاستناد إلى الكتاب إلى السنة إلى الإجماع إلى القياس إلى إجماع الشيخين إلى إجماع أهل المدينة إجماع أهل الكفر، مصادر الحق كثيرة تصل إلى أكثر من 50 مثلا، فيأتي واحد من العامة غير دارس ولا يعرف هذا أصول الفقه ولا يعرف، فيقول مثلا للعالم وهو يشرح أو يقرر مسألة في العبادات أو في الميراث أو في سجود السهو أو في الأحوال الشخصية، فيسأل مثلا العامي الشيخ عن الدليل، مع أنه لو ذكر له الدليل بتعبير الأصوليين أو بكلام ابن الحاجب لا يفهمه، إذن فيكون الدليل هو إيه؟ هو العالم نفسه بالنسبة للعامي، لأنه لا يعرف من أين أخذ حتى لو قال له. فمثلا إذا سألني أحد الناس عن الدليل وهو ليس من أهل الاجتهاد ولا من الدارسين، أقول له أنا الدليل، أنا نفسي الدليل. ليه؟ لأن الله تعالى أرجع العامة أو أرجع من لا علم عنده إلى أهل العلم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، فإذا مذهب العامي هو مذهب من يفتيه، يعني هو تابع لمن يفتيه أو تابع لإمامه، يعني ليس في العوام مالكية ولا شافعية ولا ليس هذا، لأنه لا يعرف. لو سألته مثلا من هو الإمام مالك، ما فقه الإمام مالك، ما هي أصول الفقه عند المالكي أو عند، لا يعرف، فكيف نقول عنه هذا مالكي أو هذا شافعي وهو لا يدري؟ إذن فمذهب العامي مذهب مين؟ مذهب من يفتي، أو مذهبه مذهب إمامه،
يعني هو تابع للإمام، تابع يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في ذاته، أما قول العالم ليس حجة في ذاته، ما الفرق؟ يعني مثلا إذا قلت قولا صحيحا أو قولا حقا ليس هو الحجة، وإنما الحجة في الدليل الذي استندت إليه لو الكتاب أو ليه. أما قول النبي حجة في ذاته لأنه هو السنة، فنفرق بين قول العلماء. ولذلك نقول القول العالم ليس حجة، إنما الحجة في الدليل الذي يذكره. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في ذاته أنه هو نفسه المستند، لأن الله تعالى جعل قوله وجعل وجعله له سلطة أو له حق التشريع. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فجعل له طاعة وأولي الأمر منكم. إذن فهذه المسألة فيها خلاف، وإحنا قلنا الخلاف مبني على على أن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجتهد أو لا. هنا فما قولكم؟ هل تقولون إنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أو لا؟ هذه المسألة مسألة أصولية، ليس بحثها هنا مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا والقول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لم ينزل فيه وحي، يجتهد، ولكن لا يكون اجتهاده إلا صوابا. يجتهد واجتهاده لا يكون إلا صواب. البعض ذهب إلى أنه يجتهد كغيره ويخطئ ويصيب، البعض قال هذا، مذكور في كتب الأصول في التمهيد للإسنوي، مذكور في كتاب فقه السيرة الشيخ البوطي رحمه الله تعالى، مذكور في كتب كثيرة. إلا أن الفرق بين اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد غيره أنه لا يقر على خطأ، يعني لا يترك على الخطأ، بل ينزل الوحي ليصحح هكذا ولكن الذي نعتقده أنه صلى الله عليه وسلم يجتهد، ولكن اجتهاده لا يكون إلا إلا صواب، لا نقول إنه يخطئ. ليه؟ لأن الوحي يؤيده، هو من ناحية كونه بشرا، يعني لابد أن نربط بين البشرية وبين الوحي، هو مؤيد بالوحي، هو مسدد من عند الله تعالى، ويعني مقام الأنبياء أكمل من مقام غيرهم. ولهذا مثلا يقول الحق سبحانه وتعالى له إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فما يراه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يصل إليه باجتهاده أراه الله له بما أراك الله، فكيف يكون خطأ؟ البعض يقول طب ما رأيك في الآيات التي فيها تصحيح أو فيها مثلا تعديل للمسار، عندما مثلا يغير الله تعالى حكم رسوله، أو مثلا ينزل الوحي بالتصحيح، هل معنى ذلك أنه كان فيما ذهب إليه قد أخطأ؟ وإذا قلنا إنه لم يخطئ يبقى إذن ما معنى تصحيح الوحي له؟ وهناك آيات كثيرة يوهم أو في ظاهرها أنه صلى الله عليه وسلم ربما
لا يصيب يعني في بعض الأمور، يعني ربما يرى رأيا فيكون ليس هو الصواب. وهذا حدث في إيه؟ في موضوع غزوة بدر، في حوض الماء الذي نزل عنده أو في المكان، فقال له أحد الصحابة: أهذا منزل أنزلكه الله يا رسول الله؟ قال: لا. أم هو الرأي والحرب والمكيدة، يعني هل هذا بتفكير بشري ولا هذا أمر من الله؟ قال: لا، هذا إيه؟ اجتهاد. قال: أرى أن تنزل إيه؟ منزلا آخر، هذا غير إيه؟ صالح. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول مين؟ بقول الصحابي، وترك قوله. فلا نقول إنه صلى الله عليه وسلم إن قوله كان إيه؟ خطأ، لأنه ممكن يكون الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله على أنه هو الذي سينفذ، بل يطرح رأي حتى يرى الصحابة سيوافقون عليه أو لا. هذا شيء. أو نقول إن الصحابي الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي لم يكن رأيه معتدا به إلا بعد موافقة أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. يا لا تنسى هذا، لأنه لو كان ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق على اقتراح من الصحابي فيصبح قوله لا قيمة له. إذن فمن أين اكتسب قول الصحابي قيمته؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. مثلا في آيات فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس معناه أنه صلى الله عليه وسلم أخطأ في تصرف ما، ولكن هذا العتاب ليس على ظاهره، ويجب أن نحسن التفسير والفهم الدقيق والعميق في كتاب الله تعالى حتى ننزه ساحة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني مثلا الآية التي مثلا يقول الله تعالى له فيها: عفى الله عنك، هذا ليس معناه أنه ارتكب خطأ أو منكرا أو مخالفة، لأن القرآن لم يذكر أنه عصى أو أخطأ أو خالف أو غير ذلك، بل هذا أسلوب على إيه؟ عادة العرب، يعني في افتتاح الكلام: عفى الله عنك، زي مثلا أعزك الله، أكرمك الله، سامحك الله. هل معنى هذا أن هناك خطأ؟ لا. كذلك هذه الآيات التي فيها تصحيح يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم والمراد هم أمته، حتى إيه يظهر تظهر إيه الشريعة وحتى تطبق. يعني مثلا في أمور في ظاهرها خطأ حتى يظهر الحكم، يعني كأن الله تعالى له حكمة في ذلك، في أن يقع شيء فيتم التصحيح لبيان التشريع. واضح؟ يبقى هنا يقول: فهذه جمل يخرج المكلف بفهمها من التقليد المختلف في إيمان صاحبه. المختلف يعني هناك اضطراب واختلاف وأقوال وقعت في هل إيمان المقلد صحيح أو لا، في إيمان أي في تصديق صاحبه أي صاحب التقليد. والخلاف الذي أشار إليه هو أنه اختلف في إيمان المقلد على أربعة أقوال، يعني هو الأقوال أكثر من أربعة أكثر، ولكن الأقوال المشهورة أربعة.
القول الأول أنه مؤمن لكن عاص بترك النظر مع القدرة عليه. يبقى إذن القول الأول ده يصحح لقول الجمهور أنه إيمان المقلد صحيح ولكنه عاصي بترك النظر. لماذا؟ لأن النظر أمر الله تعالى به، النظر مأمور به، قل انظروا أمر، والأمر يفيد الإيه؟ الوجوب، وترك الواجب يأثم أو إثم. إذن فيكون المقلد عاص لماذا؟ ليس لأنه مقلد، ولكنه لكونه ترك الواجب وهو إيه؟ النظر، لأن النظر حكمه إيه؟ واجب. ولكن متى يكون آثما أو عاصيا؟ إذا كان قادرا، إذا كانت عنده أهلية على التفكير والاستنباط والتأمل والفهم. يبقى كأن القول الأول يذهب إلى صحة إيمان المقلد. كل ما في الأمر أن المقلد إذا كان عنده أهلية وعنده قدرة على التعلم والتفكر والبحث العلمي ولم يفعل فيكون آثما أو عاصيا لأنه ترك واجبا، لكن هذا لا يكون إلا إذا كان قادرا. واضح كده؟ يعني كأن النظر هنا واجب مع القدرة، ساقط مع عدمها. يعني إذا ليس كل مقلد عاصي، ولكن المقلد الذي عنده قدرة على النظر هو العاصي. أما المقلد البسيط الفلاح المزارع أصحاب الحرف، هؤلاء ليس عندهم قدرة على التعلم أو حتى على الفهم، فهؤلاء ليسوا إيه؟ عصاة. متى يكون عصاة؟ إذا كانوا إيه؟ قادرين. ده القول ليه؟ الجمهور قول أول. القول الثاني زي القول الأول، مثل الأول، أنه مؤمن غير عاصي بترك النظر. يعني القول الأول جعله مؤمنا عاصيا إذا كان قادرا، واضح؟ أما القول الثاني قال مؤمن غير عاصي حتى وإيه؟ وإن ترك إيه؟ وإن كان إيه؟ قادرا، حتى وإن كان قادرا. يبقى هو مؤمن غير إيه؟ غير عاصي. ليه؟ إذن ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ أن القول الثاني جعل حكم النظر مندوب، إنما الأول واجب، والمندوب إذا ترك لا يكون، هل يكون الإنسان عاصيا بترك المندوب؟ إذن قول الأول، القول الثاني أوسع، لأنه جعل النظر مندوب وليس إيه؟ وليس واجبا. ليه طيب؟ إذا كان إحنا بنقول أول واجب على المكلف هو المعرفة، والمعرفة لا تتم إلا بالنظر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكيف ذهب صاحب القول الثاني إلى أن النظر مندوب، مع أن المعرفة التي تكون بسبب النظر واجبة؟ وإذا كانت المعرفة واجبة فلا بد من وجوب النظر لأنه يوصل إليها، ولا تكون المعرفة إلا به، يعني لا يتم الواجب إلا به. والقاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكيف نفهم القول الثاني؟ أم أنكم لا تريدون فهمه؟ يعني المعرفة لم يقل أحد أن المعرفة أنه المعرفة مندوبة. المعرفة إيه؟ يعني لم يختلف، ده إجماع أنه المعرفة واجبة. لا، ووسيلة المعرفة ما هي؟ النظر. إذن فيكون واجب. هنا بيقول لك لا، مندوب. لماذا؟ لأنه قد توجد المعرفة من غير النظر، قد توجد المعرفة بالإلهام أو الكشف،
عند الصوفية يقول لك لا، ما النظر ده ما يوصلك إلى المعرفة، تيجي عندهم بإلهام كده خلاص، أو بالكشف خلاص كده. فلأجل هذا إذا كان يمكن حصول المعرفة بغير النظر، ها، فيكون ليه النظر ليس واجبا، وإنما يكون إيه مندوبا، لأنها حصلت المعرفة من غير نظر. فهمتوا كده؟ طيب القول الثالث: إن قلد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه لاتباعه القطعية، ومن قلد غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم. طبعا هذا القول ليس على إطلاقه. صحيح أن القرآن والسنة، طبعا هنا بيقول القرآن ولم يقل القرآن القطعي، قال القرآن والسنة القطعية، لأن السنة فيها قطعي وفيها ظني، فيها أحاديث أحاد أو فيها ضعيف، أما القرآن كله إيه؟ لكن ممكن نخلي القطعية تعود على القرآن والسنة، بس يكون فيه في الدلالة وليس في الإيه؟ وليس في الثبوت. إنه من حيث الدلالة القرآن فيه قطعي وفيه ظني، من حيث الدلالة، أما من حيث الثبوت ها كله إيه؟ كله قطعي. فنفرق بين من يقلد القرآن والسنة. يبقى إذن الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله، يبقى أنا كده متبع، بس السنة هنا مشروطة بإيه؟ بما كان قطعيا اللي هو المتواتر. هذا فيه ايه؟ هذا فيه نظر. لماذا؟ لانه ممكن يقلد القرآن والسنة فيكون مجسما او مشبها اذا اخذ بظواهر الايه النصوص، فلا بد هنا من وضع قيد، وهو إن قلد القرآن والسنة مع معرفته عند إيه ظواهر النصوص، ما يعني يستحيل الأخذ به وما لا، فإن فرق بين هذا وذاك يبقى إذن إيه يكون إيه إيمانه صحيحا. أما إذا لم يفرق، الإمام السنوسي جعل الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، يعني لو أخذ بظواهر النصوص دون أن يفرق بين إيه ما يجب وما يجوز وما يستحب، ومن قلد غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم. القول الرابع الآن احنا بنتكلم في أقوالهم في صحة إيمان المقلد من عدمها. القول الأخير وهو أشد الأقوال أنه كافر، يعني المقلد غير مؤمن، وكأن هذا يعني الذي يقول بهذا يرى أن المعرفة فرض على الأعيان وأنها نفس الإيمان كما يقوله الشيخ الأشعري، وهذا القول الرابع هو مذهب جمهور المتكلمين عند بعضهم. يعني احنا قلنا القول الأول هو مذهب جمهور، لكن يرى البعض أن مذهب جمهور المتكلمين هو القول الايه الرابع، هو أن المقلد إيه غير مؤمن وأن إيمانه غير صحيح، يعني المقلد إيه كافر. وأنكره بعضهم، يعني اختلفوا هل هو قول الجمهور ولا هو ليس بقول الإيه الجمهور. وهذا القول الرابع لا يخيفنا، يعني ممكن واحد يعني يخاف يقول لك ممكن يكون هذا القول قول جمهور المتكلمين ويترتب عليه كفر معظم الأمة الإسلامية،
لأنه ثلاثة أرباع الأمة أو أكثر يعتبروا مقلدين. لكن التحقيق أن العوام أو أن أكثر الأمة الإسلامية عارفون لا مقلدين. ليه؟ لأنه المراد بما يزيل التقليد أو يزيل وصف المقلد عنك هو المعرفة الجملية، المعرفة في الجملة وليس المعرفة التفصيلية، بمعنى أن من عرف الدليل في الجملة لا يكون مقلدا. أما المقلد من لا يعرف الدليل أصلا، لا الإجمالي ولا التفصيلي، هذا هو المقلد. فبناء على هذا يكون العوام عارفون لا مقلدون، كما قال الإمام الماتريدي: أجمع أصحابنا على أن العوام عارفون لا مقلدون، وأنهم حشو الجنة. ليه؟ لأنه قال المراد بالمعرفة تكون بالدليل الجملي. يبقى إذن الأدلة على نوعين: دليل في الجملة، يعني معناها إيه الفرق بين الدليل الجملي والدليل التفصيلي؟ الدليل في الجملة يعني أنت تعرف الدليل لكن لا تستطيع أن تقرر الدليل، وإذا يعني حصل الشبهة لا تعرف ليه الرد، أو يعني إذا تعجز عن تقرير الدليل وتعجز عن دفع الشبهة، ولكنك تفهم الدليل في الجملة، لأنك تجد العوام الذين لم يدرسوا في الأزهر ولا في الجامعات ولا يعني لهم صلة بعلم الكلام ولا المنطق ولا بالعلوم الدينية كاملة، تجد أحدهم إذا خرج إلى الصحراء يتأمل ويفكر ويقول إيه سبحان الله، وإذا رأى أمر يعني غريب أو حدث زلزال يقول لا إله إلا الله، إذن هو يفكر ويتفكرون في إيه؟ إذن إذا كان يفكر يبقى ليس مقلدا. وقديما كان الأعرابي الذي لم يدرس ولم يعرف الفلسفة ولا أصول كان يذكر أدلة هي بعينها أدلة أهل المنطق والكلام. الأعرابي استدل على وجود الله فقال البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على، قال فبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج وسماوات ذات أبراج أفلا يدل هذا على اللطيف الخبير. إذن فالأعرابي ليس مقلدا لأنه عرف الدليل في الجملة. إذن من هو المقلد؟ هو الذي لا يعرف دليلا أصلا لا جملي ولا تفصيلي، وهذا نادر وجوده في الأمة، كالأبلة أو المتخلف عقليا أو ذهنه ضعيف أو متأخر في الفهم، ممكن يكون هذا هو الإيه؟ المقلد. يبقى إذن يصبح الأمة الإسلامية أمة معرفة وأمة هداية وليس أمة تقليد. فلو قلنا بالقول الرابع يبقى إذن المقلد كافر، يعني المقلد الذي لا يعرف الدليل أصلا، وليس المراد الذي يعرف الدليل في الإيه؟ في الجملة. خلاص، فهذا هو القول الرابع. وذلك بيقول لك مذهب جمهور المتكلمين عند بعضهم، كأن هذا البعض رأى أنه لا بد من المعرفة ولا ينفع التقليد، والمعرفة حاصلة عند كل إنسان، وفي بعض الناس عندهم المعرفة حاصلة من غير نظر، يعني بالفطرة بفطرته كذا تجده يعرف التوحيد، وممكن بالإلهام أو بالكشف أو بالتفكر، بس التفكير في الإيه؟ في الجملة. يبقى إذن لا نخاف على الأمة ولا نرميها بأنها أمة جاهلة أو مقلدة، لا. ولذلك التقليد بالنسبة للفروع الفقهية ده واجب مش حرام، واجب في الفقه على من ليس مجتهدا، كما قال الشيخ اللقاني في الجوهرة: وواجب تقليد حبر منهم، كذا حكى القوم بلفظ يفهم. طب أنا ماذا أفعل؟ لا بد من التقليد، أقلد الإمام أو أقلد المفتي
أو أقلد العلماء فيما يفعلونه، لأني إذا أردت أن أنفي عن نفسي وصف التقليد لا بد أدرس الفقه على المذاهب الأربعة، وأدرس الأدلة والقياس والفقه المقارن، وأترك الصناعات والتجارة، أتفرغ للعلم. إذن فالمراد هنا التقليد في الفروع ده جائز أو واجب بالإجماع. أما المشكلة المختلف فيه هو إيه؟ التقليد في الأصول في مسائل الإيمان والتوحيد. هذا القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا القول الرابع هو مذهب جمهور المتكلمين عند بعضهم وأنكره بعضهم. وطلب للأصلاح أن الجزم التقليدي المطابق كاف في الإيمان. يعني إحنا نريد إيه؟ الجزم، تمام كده، ويكون مطابق. جزم يعني يعني وصل إلى حد القطع. ومطابق، إيه معنى مطابق؟ يعني مخالف للحقيقة. مطابق يعني موافق، مطابق أي موافق للحقيقة غير مخالف. هذا يكفي في الإيمان، يكفي يعني كأنه هو ده الحد الأدنى، أن يكون عندك جزم مطابق فتكون مؤمنا. يبقى إذن في مؤمن عارف وفي مؤمن إيه؟ مقلد. يبقى إذن التقليد الجازم الإيه؟ المطابق، يكفي في عقائد الإيمان، ومخلص بفضل الله من الخلود في النيران. يعني ده هيخلصك، بس بشرط يكون تقليد جازم مطابق. يعني في تقليد صحيح وفي تقليد فاسد. فإذا كان تقليدك جازما لا يكفي، لازم يكون مطابق خلاص. وإذا كان مطابق وغير جازم لا يكفي، فلا بد من إيه؟ شرطين: الجزم والمطابقة. لأنه مثلا النصارى يقلدون في مسألة صلب المسيح، هم لم يروا صلب المسيح ولكنهم مقلدون، وتقليدهم جازم ولكنه غير مطابق. وفي بعض الناس تقليدهم مطابق يعني موافق للواقع ولكنه غير جازم. يبقى لابد من الجزم والإيه؟ والمطابقة. وأن كثيرا من المحققين أنكر وجوده لأهل السنة. افهم هذه فهما جيدا. ولكن لو حققنا وقعدنا نبحث في الأدلة، أنكر وجوده. وأنا مع الناس، مع المحققين دول، ما فيش حاجة اسمها مقلد. أنكر وجوده، وجود المقلد، ما فيش مقلد. لو قلت لك هات كده أجهل واحد في الأمة الإسلامية وقول له كده ينفع وجود العالم من غير إله؟ يقول لك لا. كيف يأتي العالم؟ هو فيه مثلا مركب من غير من يقودها، يبقى هنا إيه؟ كيف يكون مقلدا؟ لأنه عنده دليل في الجملة. ولهذا أنكر كثير من المحققين وجود، لأنه فيش، لا يوجد المقلد. فين المقلد؟ لو جبت واحد مثلا بعيد عن العلم وبعيد عن الثقافة وبعيد عن اللغات، تجد عنده معرفة، عنده بفطرته تأمل ونظر، وإذا رأى أمرا عجيبا قال سبحان الله، فكيف يكون هذا مقلد؟ بيتأثر. وذلك زمان كان فيه رجل ذكره الشيخ السنوسي في شرح الكبرى، بيقول كان هذا الرجل في أهل مصر، وكانت له لحية طويلة جدا، كانت لحيته تصل إلى قدمه، فإذا رآه أهل مصر قالوا سبحان الله الذي خلق هذه اللحية الطويلة فهو قادر. فإذا يعني كان يستدل بهذا على أنهم ليسوا مقلدين، أنهم شافوا لحية عظيمة. إذا هذه اللحية تدل على أن لها خالق. هذا الرجل كان إيه؟ لحيته طويلة إيه؟ جدا، تصل إلى إيه؟
إلى قدميه، وكان إذا نام يضعها في كيس، يعني يلف يلف اللحية كده زي ويحطها في كيس. لربما واحد يعني يلا يبقى كثير. قلت وأن كثيرا من المحققين أنكر وجوده لأهل السنة، وبعضهم ينقله عن أبي هاشم أبي هاشم، أو معنى أن كثيرا من المحققين أنكر وجوده، يعني أنكر وجود هذا القول اللي هو القول الرابع اللي هو إيه؟ كفر عدم إيمان المقلد أو كفره. قال هذا القول مش موجود عند أهل السنة، لأنه ده منقول عن أبي هاشم من المعتزلة. والقول بأن المقلد مؤمن ولا يعصي إلا إذا كانت فيه أهلية لفهم النظر هو المصحح عند المصنف رحمه الله ونفعنا به في شرح صغرى الصغرى. يعني هذا الكلام صححه المصنف نفسه اللي هو الشيخ السنوسي في صغرى الصغرى، مع أنه في الكبرى ذهب إلى كفر المقلد، ولكن الكبرى دي كانت في أول مؤلفاته، وبعدين أخذ يتنزل كأنه رجع إلى القول بإيمانه، ترك القول بكفر المقلد ورجع إلى كلام الجمهور. ولذلك بيقول في صغرى الصغرى: ولو حصل منه جزم مطابق لما في نفس الأمر إلا أنه لم يكن ضرورة ولا عن برهان، وإنما كان عن تقليد، ففي ذلك طرق وأقوال، أصحها أنه يجب عليه البحث عن البرهان حتى تحصل له المعرفة مهما كانت فيه قابلية لفهم ذلك. يعني كأنه يرى أنه واجب عليه البحث إذا كانت فيه أهلية، أما إذا لم يكن فإيمانه صحيح. هذا هو القول المعتمد. خلاص كده، انه ايمان المقلد بشرط انه يكون جازم ومكاف في وهذا ما قاله في الجوهرة الشيخ اللقاني عندما قال اذ كل من قلد في التوحيد ايمانه لم يخلو من ترديد، ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم صحح فيه الكشف، فقال ان يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. يبقى المهم أنه يكون جازما ومطابقا. إلى معرفة النظر الصحيح، النظر لغة الإبصار والفكر. يعني هو الآن حيشرح لنا تعريف النظر. النظر في لغة واصطلاحا، النظر في اللغة الإبصار كده. أفلا ينظرون إلى الإبل، يعني إبصار ترى. والفكر ده في اللغة، واصطلاحا ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها، أي بترتيبها إلى مجهول أي إلى علمه، كترتيب الصغرى مع الكبرى في قولنا العالم متغير، وكل متغير حادث، فإنه موصل للعلم بحدوث العالم المجهول قبل ذلك الترتيب. يبقى إذن هذا هو تعريف النظر اصطلاحا. ما معنى النظر اصطلاحا وما تعريفه؟ ترتيب أمور، يعني على الأقل أمرين، نرتب أمر مع أمر، نربط بينهما ترتيب كده على طريقة معينة. فمثلا أنا أقول مثلا كده أن هناك تغير في هذا العالم، فأقول كده العالم متغير، هذا هو الأمر الأول. ثم آتي بالأمر الثاني لأرتبه بعد الأول وأقول كل متغير حادث، يعني موجود بعد عدم. فإذا رتبت المقدمة الأولى مع الثانية ثم تأملت أخرج بنتيجة، وهو أن العالم حادث. وهكذا قس رتب، يعني ممكن نرتب أمرين. شوف كده، رتبت الأمر الأول اللي هو تغير العالم، ثم نظرت في المتغير فرأيت أنه موجود بعد عدم فعلمت أنه حادث، فرتبت الجملة الأولى
أو المقدمة الأولى مع الثانية، فأخرج به بالنتيجة اللي العالم حادث. طب أجعل هذه النتيجة مقدمة اللي هي حدوث العالم وأربطها بمقدمة أخرى، فأقول وكل حادث العالم حادث، والحادث أو كل حادث لابد له من محدث، إذن فأصل إلى إيه؟ إلى النتيجة، وهي أن العالم له إيه؟ محدث. ثم أجعلها مقدمة وآتي بمقدمة أخرى فأربط هذا وهكذا، أرتب في الأمور حتى أصل إلى ما أريد. يعني مثلا أول حاجة يقول العالم متغير، بعدين كل متغير حادث، وصلنا إلى إيه؟ العالم حادث. خلاص جعلنا هذه مقدمة ونجيب معها مقدمة أخرى، وكل حادث لابد له من محدث، نصل إلى نتيجة أن العالم له محدث. ثم نقول محدث العالم إما أن يكون قديما إما أن يكون حادثا، ونقول إيه كده، وكل قديم ليس له محدث، إذن فمحدث العالم قديم. ثم نأتي بمقدمة أخرى ونقول هذا القديم إما أن يكون واحد أو متعدد، إذا كان متعددا يحدث نزاع واختلاف فلا بد أن يكون واحدا. ثم أقول والواحد هذا عنده قدرة وإتقان فلا بد أن يكون عالما، فأربط العلم فأخرج بأنه عالم، ثم أخرج بأنه قدير، ثم أخرج بأنه سميع. يبقى كل هذا إيه؟ بسبب ترتيب إيه؟ الأمور. لكن الأمور التي أرتبها تكون معلومة عندي لأتوصل إلى أمر مجهول، فهذا هو الفكر. فإذا لو أنك فكرت ووصلت إلى أمر ليس بمجهول فهذا يسمى تحصيل حاصل، يعني قعدت تفكر وتكتب وتحفظ في الآخر لم تأتي بشيء، إنما جئت بما هو مقرر ومعروف. يعني كل ما في الأمر أقول لك فكر في هذا الرجل أتعرفه، فتقول أنا رأيته من قبل، فكر من هو، اسمه إيه، علمه إيه، فأعطيك التفكير وأتقعد تفكر وتكتب وتصور بالموبايل، ثم تقول لي هذا رجل. أما هو رجل أنا ما وأنا قلت لك امرأة، أنا أقول لك من هو اسمه علمه، لكنك فكرت ولم، لأنك إيه، لم تصل إلى مجهول. المجهول هو اسمه، هو بلده، هو سنه، إنما أنت وصلت إلى معلوم وهو أنه رجل فلم تفعل شيئا، فهذا يسمى إيه؟ تحصيل الحاصل. ففي ناس كثير لا تفعل شيء إلا أنها تقوم بتحصيل الإيه؟ الحاصل. فلازم في الفكر تحصل ما ليس حاصل. واصطلاحا ترتيب امور معلومه ليتوصل بها اي ترتيبها الى مجهول اي الى علمه، كترتيب الصغرى مع الكبرى في قولنا العالم متغير كل متغير حادثا، فانه موصل للعلم موصل فانه موصل فانه موصل للعلم بحدوث العالم المجهول قبل ذلك الترتيب. يعني اذا حدوث العالم كان مجهولا ولكنه صار معلوما بعد الترتيب، بس لابد يكون في ترتيب. يشوف كذا العالم متغير، كل متغير حادث فالعالم ايه؟ حادث. لكن لو قلنا كل متغير حادث والعالم مش هنعرف نصل الى النتيجة، لازم يكون الترتيب الصغرى وبعدين الايه؟ الكبرى، والحد الاصغر يندرج في الحد الايه؟ ولابد يكون الحد مكرر، يعني لها طريقة معينة عشان تصل الى ايه؟ الى النتيجة او الى المجهول التصوري او التصديقي. فإذا لم ترتب، لو قلت كده العالم أحجار وأشجار وأنهار وبحار، والبحار والأنهار منها ما يسقى ومنها ما لا يسقى، ثم تقف ماذا وصلت؟ لن تصل. فلا بد يكون في ربط بين المقدمات، ولا بد تكون في حدود مشتركة حتى نصل إلى الإيه؟ إلى النتيجة. ولذلك في المنطق في أشكال أربعة، لما نجي نشرح في المنطق هي الأشكال التي توصلنا إلى المطلوب. نعم. أحسن الله
ومن الجملة فالمراد في قول المصنف رحمه الله تعالى بالنظر الصحيح التأمل الذي يطلع صاحبه على الوجه الذي بينه وبين المجهول ربط عقلي. يعني اسمه كده الايه النظر الصحيح. شوف كده قيده بالصحيح ليه؟ لأن النظر الصحيح هو الذي بينه وبين المدلول ربط عقلي، إذن في ارتباط عقلي. أما إذا لم يكن هناك ربط عقلي كان النظر فاسدا، والنظر الفاسد هو التأمل الذي لا يطلع صاحبه على ذلك. يعني مهما تأملت طالما لا يوجد ربط عقلي لا يمكن تصل إلى نتيجة. خلاص كده. لما أقول كده الإنسان ليس بحجر والحجر جماد، يعني أنا أريد إيه ربط؟ يعني إيه عاوز؟ يعني مثلا إيه أريد أن أربط بين أمر مندرج في أمر آخر. شوف كده القرآن كلام الله وكلام الله قديم، إذن فهناك ربط عقلي أن كلام الله قديم وأن القرآن كلام الله، إذن فالقرآن قديم. لابد يكون فيه ربط عقلي، إذا لم يوجد الربط العقلي لا يصلح له. مثال ذلك المتأمل في العالم بقصد التوصل إلى معرفة حدوثه، فتارة يكون غاية ما يصل إليه الناظر بتأمله. يعني ممكن تتأمل 100 سنة ولكن تصل إلى إيه؟ إلى أن العالم أجرام وأعراض تتصف بصفات ويعمى عما وراء ذلك. زي بالضبط اللي وقف يتأمل في الباب وفي تصميمه وفي شكله وجماله وطول الباب وعرضه، وأن هذا الباب خشبه أصلي، وأن الدهان يعني راقي جدا، وأن الألوان جميلة، وعمي عن أن هذا كله لا يمكن أن يفعله الباب لنفسه، بل الباب نفسه لم يضع نفسه، فلم يسأل نفسه. زي مثلا إنسان طرق الباب ثم فتح له دون أن يرى الفاتح. طرقت الباب ثم الباب فتح. في بعض الناس إذا فتح الباب من غير حد ممكن إيه يصاب بإيه بغيبو، يعني يفقد وعي، يظن إنه لأنه لا يعرف إنه في رموت أو في لابد يرى كيف يفتح الباب واحد، وجد الباب بيفتح من غير إيه من يفتحه، فممكن يخر إيه مغشيا عليه. فإذا تأمل يعني مثلا هو يقعد إيه يمدح في الباب، هذا الباب في غاية الأدب لأنه فتح لي من غير ما هذا الباب. يا أخي كيف يكون الباب عاقلا وكيف يكون؟ لا بد أن تفهم أن وراء الباب أحد فتح لك فتقوم بشك، فلا تقف مع المظاهر. زي مثلا مين الجماعة السلفية يظنون مثلا بنقف عند الأولياء، بنقف عند الحديد وعند الحجارة وعند الفضة ونعبد كأننا نعبد أصنام. هو يفهم هذا ليه؟ لأنه باقف عند المظاهر. يعني أنا مثلا عندما أرى عالما جليلا فأقبل رأسه وهو يضع عليها العمامة، فهل أنا أنزع العمامة لأقبل رأسه؟ هذا سوء أدب. فماذا تصنع؟ تقبل فوق الإيه العمامة. طب إذا رأيت العمامة تباع عند التجار تقبلها؟ إذا من المقصود بالتقبيل؟ الرأس وليس ليه العمامة. فالذي يقبل الحديد أو يقبل الجدران لا يريد أن يقبل الأحد، إنما يريد إيه ما وراء ذلك اللي هو الولي، لكنه لا يستطيع الوصول إليه. كما أنك لا تستطيع الوصول إلى رأس ليه العالم فتقبل ليه العمامة. ليست المقصود هي العمامة، لأن أنا لو رميتها في الشارع لا أحد يقبلها، فلا تقبل إلا إذا كانت فوق ليه الرأس الشريف. ففي ناس لا يفهم هذا فيقف عند المظاهر.
فلا تقف عند الايه المظاهر، بدليل مثلا اننا نقبل الحجر الاسود، هل نحن مثلا عندنا شغف وحب للاحجار؟ لما نرى الاحجار في كل مكان لا نقبلها ولا نلتفت اليها، لماذا نقبل هذا الحجر بالذات؟ انه فيه ايه اسرار. كذلك نقبل الكعبه، نقبل ايادي الصالحين مثلا وهكذا، ولكن ليس المقصود ايه هذه المظاهر التي نراها. واضح ولا مش واضح؟ يلا. فلا خوف ان النظر هذا فاسد لا يوصله الى شيء، اذ لا ملازمه بين كون الشيء موجودا يتصف بصفاته وبين كونه غليما او حادثا. يعني مثلا انا لما انظر الى العالم وانه اجرام وكل جرم له صفات، هذا النظر لا يوصل الى شيء. ليه؟ انا ما اريد ان اعرف ان العالم فيه كيمياء وفيه ذرات وفيه معادن وفيه بهائم، لا اريد هذا، انما اريد ان اصل الى ان العالم له خالق. ولذلك ممكن واحد يبحث في مكونات الاشياء زي بتاع الكيمياء، يبحث في الطبيعة، يبحث في الجيولوجيا، يبحث في المعادن، يصل إلى غاية أخرى. أنا أريد أن أبحث من حيثية أن وراء هذا الكون خالقا ومدبرا، ولا أريد أن أبحث في طبائع الأشياء، ده موضوع بحث ثاني في كتب أخرى في علوم أخرى. أنا حيثية البحث أنني أريد أن أتوصل ب هذه التغيرات وهذه الأجرام وهذه الصفات التي في العالم إلى وجود الصانع. يعني أنا لي إيه؟ لي هدف ببحث عنه. يعني إذ لا ملازمة بين كون الشيء موجودا يتصف بصفاته وبين الكون قديما أو حادثا. وتارة ينشغل صدره بأن يعرف أنه أجرام ملازمة لصفات حادثة يستحيل ثبوتها في الأذن كالحركة والسكون ونحوهما، بدليل أنها لو كانت في الأذن لما قبلت التغير. يعني ممكن واحد ربنا يوسع فهمه أو عقله فيعرف أن العالم ده أجرام ملازمة لصفات حادثة يستحيل ثبوتها في الأزل، يعني يستحيل ثبوت حوادث في الأزل زي الحركة والسكون، بدليل أنها لو كانت في الأزل لما قبلت التغير. يعني لو كانت الحركة أزلية تظل حركة دائمة لا تتغير بالسكون، ولو كان السكون أزليا لم يتغير بالحركة. واضح؟ وإذا كانت صفات الأجرام القابلة لها مستحيلة الوجود في الأزل، ليه؟ لأنها متغيرة. كانت الأجرام كذلك مستحيلة الوجود في الأزل لأنها ملازمة، يعني الأجرام والأعراض متلازمة. فإذا كان يستحيل وجود الأعراض في الأزل لأنها متغيرة، كذلك يستحيل وجود الأجرام في الأزل لملازمتها للحادث، لأنها لا تكون إلا مع الحادث، والحادث لا وجود له في الأزل. إذن فالأجرام ليست موجودة في الأزل وإنما هي إيه؟ حادثة. إذن ما هو الدليل أنا أعرف أن العالم ده عبارة عن إيه؟ أجرام وأعراض، ما في شيء ثاني، أجرام وأعراض. طب أنا كيف أعرف أنه الأعراض حادثة؟ يقول لك ده مش عاوز علم ولا فقه ولا ثقافة ولا حضارة، بالمشاهدة، لأننا نراها تتغير. يعني الحركة دي عرض، كيف أقول هذا دليل على حدوثها؟ هي أصلا لم تكن، يدي كانت ساكنة، الحركة حدثت فجأة ظهرت، يبقى لم تكن فكانت، ثم إيه رجعنا إلى السكون، ثم يبقى إيه التغير ده معناه أنه إيه، يعني إذن الدليل على حدوث الأعراض هو المشاهد، المشاهدة ما أحد يكابر فيها. إلى واحد مثلا يعني كيف ينكر الحركة؟ لا يمكن، واضح جدا. يعني واحد مثلا يعني
نازعنا في هذا. نقول له تعالى النزاع، النزاع بتاعك ده بيننا وبينك، انت تنازعنا، فالنزاع ده زائد على ذاتك ولا هو ذاتك؟ فإن أقر بأنه بأن النزاع موجود وهو زائد على ذاته أقر بوجود الأعراض. يبقى إذن إيه؟ ما في داعي يتكلم. ويعني إذا لا بد من الإقرار بوجود الأعراض، لأنه يكفي إنه النزاع اللي بيننا وبينه ده أمر زائد على ذاته، صياحه ده وكلامه ده هو ذات ولا حاجة زائدة؟ زائدة. يبقى إذن الأعراض حادثة أو متغيرة بالمشاهدة، يعني صبح ليل شيب شباب موت حياة حركة سكون برد حر. لو كان البرد أزليا لا يأتي الحر أبدا، ولو كان الحر أزليا لا يأتي. ففي تغير، الفصول أربعة والتغير دائم في الكون. بهذا معنى إيه؟ حدوث الأعراض دليله هو إيه؟ ها؟ المشاهد. طيب حدوث الأجرام، لأننا يعني نرى حدوث الأعراض. طيب والأجرام؟ قالوا الأجرام وإن لم نرى حدوثها ولكنها ملازمة للحادث. يعني مثلا أقل حاجة الحركة والسكون حادثان ومتغيران، ولكن لا يمكن وجود الحركة من غير الجر، يعني اليد تتحرك، الإنسان يتحرك، الكرسي يتحرك، لا بد في جر، لأن الحركة لا تقوم بنفسها وإنما هي قائمة بإذن، هي ملازمة للجر. وهناك قاعدة في علم الكلام، قاعدة يعني لا يمكن خرقها أبدا، أن ما لازم الحادث فهو حادث. يعني إذن الدليل على حدوث الأعراض هو الإيه؟ المشاهدة. والدليل على حدوث الأجرام هو ملازمتها للحادث. والقاعدة تقول كل ما لازم الحادث فهو حادث طالما هما متلازمان. يعني إيه متلازمان؟ يعني لا يوجد أحدهما من غير الآخر. هات لي كده حركة واحدة في الكون كله منذ خلق الله السماوات، حركة من غير متحرك؟ هات الحركة واحدة من غير، مش ممكن. هات المتحرك من غير حركة؟ ما ينفعش. يبقى إذن في ملازمة، في تلازم، يعني معناها لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر. إذن فهذا دليل حدوث الأجرام، أنها ملازمة للحادث. والأعراض أننا نشاهد حدوثها. أظن كده واضح إيه؟ جدا. يبقى ما لا نرى تغيره نستدل على تغيره بملازمته للمتغير. واضح؟ العالم منحصر في الأجرام والصفات التي تقوم بها. يعني العالم كله منحصر في الأجرام والصفات التي تقوم بها، تقوم بها الأجرام. يبقى العالم منحصر، يعني لا يوجد حاجة أخرى غير الأجرام والأعراض. هاتوا لي شيء في العالم ليس جرم وليس عرض، شيء واحد وهاتوه كده، ليس أي جرم ولا تأخذ إيه مليار من الدولار، مش من أنك لن تأتي به وأنا لن أتيك بالمليار، هو غير موجود كما أن الثاني غير موجود. وكل ما لازم العدم فهو عدم. وقد بانت استحالة ثبوتها في الأزل. يعني استحالة ثبوت حوادث في الأزل. ليه؟ أنه الأزل لا أول له والحوادث لها أول، فكيف تكون حوادث أزلية؟ هذا تناقض. حادث يعني له بداية له أول، أزل يعني لا أول له، فيستحيل حوادث في الأزل.
فالعالم إذن مستحيل الثبوت في الأزل وهو المطلوب. يبقى معنى كده العالم ليس أزليا، ليس قديما، بل هو إيه؟ بل هو حادث. فالنظر على هذا النحو هذا هو النظر المسمى بالنظر الصحيح، وهذا النظر الصحيح والعلم الذي يحصل عنه كلاهما مخلوق لله تعالى بلا وساطة، لا أثر لأحدهما في الآخر ولا لقدرة العبد في شيء منها، يعني لا أثر لقدرة العبد ولا أثر لأحدهما في الآخر. ثم وقع الاختلاف بعد ذلك في وجه الربط بينهما، بين إيه وبين إيه؟ بين النظر وبين العلم الناتج عنه. يعني احنا عندنا مقدمتان ننظر فيهما، فينتج عن النظر أو عن الربط بينهما بين الدليل ده وبين المدلول تأتي الثمرة، يعني تأتي النتيجة، يأتي المطلوب. فهل وجود العلم، العلم يعني بالنتيجة عقب النظر، هنا إيه اختلفوا فيه، اختلفوا فيه في 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 الربط بين النتيجة، يعني بين العلم وبين النظر، هل ده إيه الربط ده؟ ذهب الأشعري إلى أن حصول العلم عقب النظر المكتسب للناظر عادي، يعني يحصل العلم مع النظر في المقدمات وهذا أمر عادي. إيه معنى عادي؟ يعني قد يتخلف، يعني ممكن أنظر في المقدمتين ولا أصل إلى النتيجة، يعني جرت عادته تعالى أن يخلق هذا عقب هذا، يعني يربط بينهما، بس هذا أمر يجوز تخلفه. ولذلك الربط بينهما ربط إيه؟ ربط عادي. إيه الفرق بين الربط العادي والربط العقلي؟ أن الربط العادي ممكن يتخلف، يعني يوجد أحدهما من غير الآخر، يعني ممكن أنا أنظر ثم أموت فجأة لا أصل إلى العلم بالنتيجة، أو يحصل عندي ذهول، أو أنسى الربط فلا تخرج الإيه يخرج العلم من النظر، يعني العلم يحصل عقب النظر فلم يحصل، لأن الربط بين العلم وبين النظر ربط إيه عادي، كتخلف الإحراق عن مماسة النار، يعني ممكن نضع هذا المنديل في النار ولا يحترق، أراد الله تعالى ألا يحترق، كما وضع سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار فلم يحترق، قلنا يا نار كوني بردا. وإذن الربط بين النار وبين الإحراق ربط عادي، يعني يجوز إيه. أما الإمام الرازي قال إنه عقلي ضروري. إيه معنى عقلي ضروري؟ يعني لا ينفك عنه أصلا، كوجود الجوهر لوجود العرض. يعني الإمام الرازي بيقول لا، إذا حصل النظر يأتي العلم ولا ينفك أحدهما عن الآخر. زي إيه؟ إذا وجد الجوهر وجد العرض، يعني لا يوجد العرض وحده ولا الجوهر وحده. فعاوز يقول إنه لا يوجد النظر دون العلم ولا العلم دون النظر، الربط بينهما عقلي. الربط العادي يمكن إيه وجود أحدهما دون الآخر، أما الربط العقلي بيقول لك أيضا هذا ليس كلام المعتزلة، إنما هذا إيه مذهب للإمام الرازي ومن وافقه، بيقول إنه الله تعالى إما أن يوجدهما معا أو لا يوجدهما معا، فيكون إيه هذا فعل القادر المختار، لكن يتعلق هذا الفعل على وجه الربط العقلي، بمعنى إيجادهما معا أو عدم، لا أن يوجد أحدهما دون الآخر. ليه؟ لأنه إذا قال كما قال الأشعري الربط عادي، يبقى معناها إيه يمكن وجود واحد دون الآخر. أما إذا كان عقلي يقول لك لا، إما أن يوجد معا أو لا يوجد معا، أما وجود أحدهما دون الآخر هذا مستحيل، والمستحيل لا تتعلق به القدرة
على رأي الإمام الرازي، أما على رأي الأشعري أنه ليس مستحيلا بل هو من الممكنات فتتعلق به القدرة. فهذا هو الفرق بين رأي مين؟ الرازي ورأي مين؟ الأشعري. وبعدين بيقول لك إيه؟ فعلى الأول المشهور يكون طالما حيوجد العلم عقب النظر، يبقى معنى كده حيكون إيه؟ العلم ده مكتسب لمين؟ للناظر، وهو رأي مين؟ رأي الجمهور اللي هو الأول اللي هو ذهب إليه الأشعري، لأن حصوله عن نظره المكتسب له، وعلى الثاني لا يكون كذلك لأن حصوله اضطراري لا قدرة له على دفعه ولا الانفكاك عنه. ده رأي مين ده؟ الرازي. بعدين رأي المعتزلة إلى أن النظر يولد العلم، عندهم نظرية اسمها التولد. التولد ده أن يوجب الفعل لفاعله فعلا آخر، فيكون الفعل الآخر متولد عن الفعل الأول، اسمه ده ايه ده؟ اسمه التولد. كيف التولد ده؟ شوف كده، هات كده مفتاح ونروح افتح الايه الباب. عند دلوقتي ايه؟ ها، حركة اليد، الحركة الاصلية اليد، فتحرك المفتاح اللي هو فين؟ فحركة المفتاح متولدة عن حركة اليد، فيوجب الفعل اللي هو حركة اليد لفاعله فعل آخر اللي هو حركة المفتاح. زي أنا الآن أضع يدي فأحرك لي الماء، ما الذي فعلت؟ حركت يدي، إنما حركة الماء تحركت بحركة اليد. فهذا هو التولد، والتولد ده مذهب باطل، لأنه التولد من خصائص الأجسام. يبقى ذهبت المعتزلة إلى أن النظر يولد، يعني يتولد عنه النظر كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح عندهم. وذهب الفلاسفة إلى إيه؟ إلى أن النظر وحده علة مستقلة لوجود العلم. يعني الأشعري قال التلازم إيه؟ عادي، والرازي قال عقلي ولكنه ليس معتزلين، والمعتزلة قالوا متولد. خلاص، يعني العلم متولد عن النظر، النظر يولد العلم. والفلاسفة قالوا علة، يعني النظر ده علة لوجود العلم. خلاص، والرد على هذين المذهبين الفاسدين. ماذا أقصد بالمذهبين الفاسدين؟ ها، مذهب المعتزلة والفلاسفة، لا يقصد الرازي والأشعري. يبقى معنى كده عندنا مذهبين فاسدين وعندنا مذهبين صحيحين. يبقى المذهبين الأول والثاني صحيح، والثالث والرابع فاسد. والرد، طب كيف نرد على الفاسدين؟ بإسناد الكائنات كلها إلى الله تعالى ابتداء بلا واسطة، يعني كل التأثير مباشرة إلى الله ابتداء من غير واسطة، يعني من غير تولد ومن غير علة، من غير إيه. ثم بعد هذا الكلام اختلف العلماء رضي الله عنهم في أول واجب على المكلف على سبعة أقوال. هنقف هنا، اختلاف العلماء في أول واجب على المكلف كم قول؟ طبعا الأول المعرفة، الثاني النظر، الثالث أول جزء، الرابع القصد، الخامس التقليد، السادس النطق بالشهادتين، السابع الشك. لكن أريد أن أقول لك إنه المعرفة دي لم يختلف النزاع أو وجزم، قال صاحب الجوهر وجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف. الخلف المنتصب ده راجع إلى الأولية لا إلى المعرفة، يعني المعرفة واجبة باتفاق، سواء معتزلة أهل سنة كله قال بوجوب الإيه؟
لكن الخلاف في الأولية، هل هي أول واجب أو لا؟ هذا إن شاء الله محله ومبحثه الدروس القادمة. اللهم صل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى مخلوقاتك سيدنا.